أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا مثل ما بتعرفوا، أنا بالبداية آسفين للتأخير 5 دقائق، وكله كان بسبب أخونا حكمة، مو بسببي أنا. طيب خلونا نرحب بالبداية بأخونا حكمة ويشرح لنا سبب التأخير، تفضل. أهلين جون، نعم خربطت. أهلا جان، أرحب بيك وبالإخوة المشاهدين. وأنت طبعا ضحكتني يعني لما قلت السبب، هو سبب التأخير أنا وأنت، وخليها ساكتة أحسن. وخليه على جلدة الحنفية. على كل حال أعزائي، أنا سبب التأخير، وطبعا لا زينة زينة. أخوي حكمة بريء، يا بيه بريء من سبب التأخير. طبعا مثل ما بتعرفوا أصدقائي، اليوم راح نكمل محمد من الألف إلى الياء، وأنا كتبت مخماد، يعني كلمة مخمد هي استقصدت إنه أكتب مخماد عن صلعم أفندي. على كل ما راح نكمل محمد من الألف إلى الياء مع أخونا حكمة بن كثير. تفضل أخوي حكمة، الميكروفون معك، شو بتخبرنا عن الجزء الثالث من محمد إلى الألف إلى الياء؟ تفضل. طبعا احنا وصلنا الجزء الثالث، لانه شوي تاخرنا، فما راح اطول على المشاهدين بالمقدمه. بالجزء الثالث وصلنا الى حواضن محمد ومراضعه عليه. افضل لا افضل تستحي، لا افضل تستحي، الجلد عليه، افضل الجلد. لا 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 تستحي، محمد عليه أفضل خرى وشخاخ، لازم هاي الكلمة تتعلق. المهم، وصلنا إلى مراضعة اللي رضع فيها سيد الخلق مثل ما يقولوا. كانت طبعا نبدأ على الحواضن، يعني شلون أتذكر حواضن؟ حواضن داعش يعني أتذكر لما دخلوا الجسم، نسميهم حواضن احنا، يعني اللي يستقبلون الشخص اللي دخلوا داعش، نسميهم حواضن داعش، المحافظات اللي دخل فيها. على كل حال، حواضنه ومراضعه، يقول كانت أم أيمن واسمها بركة تحضنه، يعني تحضنه يعني مو سبب حضنه، يعني أكيد يعني اللي تهتم بيه يعني. وكان قد ورث من أبيه، فلما كبر أعتقها وزوجها مولاه زيد بن حارثة، فولدت له أسامة بن زيد، وأرضعته مع أمه مولاة عمه أبي لهب ثويبة قبل حليمة السعدية. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة بنت عن أم حبيبة بنت أبي سفيان، قالت: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان ولمسلم عزة بنت أبي سفيان. فقال رسول الله: صلعومي، أو تحبين ذلك؟ قلت: نعم. أليس لست بمخيلة وأحب من شاركني في خير أختي؟ فقال النبي: صلعوني، فإن ذلك لا يحل لي. قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، وفي رواية در بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن. زاد البخاري. هذا صار يتفلسف محمد، بس اليد تكون حليلة إلى مو حليلة، هو بعد على مزاجه كل شيء. فلا تعرضن على بناتكن ولا اخواتكن. زاد البخاري. قال عروة:
وثويب مولى لأبي لهب اعتقها، فأرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر خيبة، فقال له: ماذا لقيت؟ أعتقد حسب ما أفتي بنا أنه أبو لهب همنا يعني مرضع يعني على طريق زوجته أو أحد من الأقارب يعني من مرضعين محمد، فما أدري إنه الشيء صحيح ولا. أهل بشر خيبة، فقال له: ماذا لقيت؟ فقال أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة، وأشار إلى النقرة التي بين الأبهام والتي تليها من الأصابع. ذكر السهيلي وغيره أن الرائي له هو أخوه العباس، وكان ذلك بعد سنة من وفاة أبي لهب بعد وقعة بدر. وفي أن أبا لهب قال للعباس إنه لو يخفف علي في مثل يوم الاثنين، قالوا: لأنه لما بشرت ثويبة بميلاد ابن أخيه محمد بن عبد الله اعتقها من ساعته، فجوزي بذلك. النص فصل ذكر رجوعه عليه جلدة الحنفية إلى أمه آمنة بعد رضاعة حليمة، بعد ما رضع من حليمة رجع إلى أم آمنة. آمنة كانت دي أسألك حكمات حبيبي، يعني ليش بعتوا للصحراء لأنه مشان يرضع من غير أمه؟ يعني ليش أمه تخلت عنه اللي عمره 6 سنين؟ شو السبب برأيك؟ شو الأسباب؟ أو إذا زيك المفسرين وفي الأحاديث في هالأشياء هي، إذا مذكور شو السبب يعني؟ هم يقولون دزول الصحراء أو للقرى على أساس أنه يتقن اللغة العربية ويبتعد عن الأمراض، بس هي هذا طبعا عذر يعني سخيف جدا. يعني شلون يدزول المكان؟ احنا نعرف القرية هي ما فيها النظافة ولا الاهتمام، كيف يعني كيف راح يبتعد عن الأمراض؟ هذا كلام فارغ طبعا. والمعروف انه أهل قريش هن أهل الفصحى، هن أهل اللغة الفصحى، يعني هن اللغة ايه؟ يعني هلا إذا رحنا على المدينة، أي مدينة مثلا، ورحنا على القرى، بتلاقي على دائما الأهل المدينة هن اللي عندهم الحضارة، التحضر، اللغة الأنسب والتعامل يعني. اي طبعا، هو المدينه هي اللي يجون بها الشعراء والفطاحله واهل اللغه. الواحد يريد يتعلم لغه حقيقيه يكون بالمدينه مو بالقريه. القريه شي يتعلم، اصلا القرى ما فيها ناس كثير يعني. واذا على الامراض، طبعا المرض ما هو اللي ينتشر بالقرى مو بالمدن، لانه المدن شوية يعني، هو كلهم كانوا أهل بدو صحراء، بس شوية يبقى أحسن من القرى بالنظافة وبالاهتمام وبالشهوات. هاي العذر أصلاً هي كانت تريد تتخلص منه من طفولتها. يعني يقال إنه كانت حاطة يعني علم، والعلم يحطون نسوان لما الرجال يجون يمارسون الجنس معهن يعني. يعني باليوناني بيقولوا بورديلو. ايه بورديلو، على بس ما كان اكو شبابيك وشغله يعني. كلمه بورديلو اي يعني مكانات تعرض نفسها به يعني. بورديلو بدويه يعني. بالضبط يعني. فهي يعني ماكو ما في ام يعني تتخلى عن ابنها ببساطه يعني، هي ما صدقت تخلص منه مثل ما يقولون. ف يعني هو اصلا على مود هذا قال امي راح تدخل النار، قال على ابو امه راح يدخل النار لما احد الصحابه قال لابي في النار، قال لابي وابيك في النار يعني. وحتى على امه قال الله سمح لي انه ازورها بس ما سمح لي انه ادعي لها
بينما هو لأتفه الناس كان يدعي ويقول له أنت راح تدخل الجنة. شمعنا يعني أمه ولا قال حتى على ورقة من نوفل قال راح شفت حلمت إنه هو لابس ثياب بيضة وهذا معناته إنه راح يدخل الجنة. أعتقد في حلقة اللي فات له قبله حكينا عن الورقة إنه ما يدخل النار على اعتبار أنه كان قريب من محمد أو مهتم به. فإذا ورقة دخل الجنة ليش ما دخل أمه وأبوه؟ يعني هو تقريبا صار مشارك في الله في القرارات. دائما نلاقي الآيات والأحاديث تقول وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. وبعدين كل الآيات تقول وما قال الله ورسوله وما أمر الله ورسوله فيشرك نفسه بكل شيء. اشمعنى ما قدر يدخل امه او ابوه الجنه يعني؟ بالضبط. هو يشفع لكل امته يعني. ليش لامه بذاته لا يشفع؟ يعني لو ما كان في عنده هالحرقه هاي انه امه كانت شغاله عمال على بطال مثل ما بنعرف يعني الكلمه هي ما بدنا نذكرها يعني مثل حط علم على الخيمه مثل ما بقولوا واهلا وسهلا باللي جاي والزبونات اللي تدفع يعني. ف لو ما كان هيك ما يعني ما اظن انسان يعني يشيلك عن النبوه وانه هو يعني قلبه مفتوح لكل الناس ويعني رحيم وشفيع. انسان عادي يعني مهما كان القسوه الا في حنيه للام يعني. ولكن هو عرف بصنعة أمه خلينا نقول حتى غضب عليها كل الغضب حتى ربه ما خلى ربه يشفع يدخلها جنته مثلا. هو ما شفع له عند ربه أصلا يعني ومع أنه هو شريك ربه يعني مثل ما ذكرت أنت يا أخوي يعني أطيعوا الله ورسوله وتعلموا من الله ورسوله وسووا بطيخة ورسوله وكل القصص الفاضية. يتفضل بعدين اكو نقطة مهمة يعني امه يعني ما حضرت الدعوة مالته على اساس يعني تدخل النار؟ يعني هي كانت بعد النبوة ما نازلة على قولته يعني على مفهومه هو ان النبوة ما نازلة على اساس تدخل النار. ما يصير واحد انت ما مبلغه تعاقبه على شيء انت اصلا ما مبلغه به. يعني الشيء على الاقل هذا الشيء كان يشفع له يعني يكون هذا اذا هذا الاله موجود فيكون اله ظالم اذا يدخل النار يعني على مفهوم الدين الاسلامي باعتبار هي غير مبلغه يعني على اساس تدخل النار. وبعدين هو عرف صنعه امه بصراحه. هو يعني خلينا نكون واقعيين لو ما عرفان صنعه امه يعني واحد ايمت بحقد على امه لما يعرف انه بتشتغل هالشغله هي. هي صح. القصه يعني خلينا نقولها بالمشرمح يعني صح امه ولا محمد كانت تشتغل شرموطه خلص اي. ودليل اخر انه هو يعني ابو طالب صح مات على الكفر وشهد شهد محمد في كل دعوته يعني كان وياه وحتى توسل به انه يشهد الشهادتين قبل ما يموت ما قبل. هنا اكو نقطتين. اولا انه مثل ما يقول انا عمك وعارف كل خباياك والا كنت اول واحد امن فيك. يعني هاي النقطه ما ينتبهوا للمسلمين انه عم ابو طالب كان يعرف هو مربيه ويعرف كل شيء عنه ليش ما امن به؟ ليش لاخر لحظه ما كان يقبل؟ هاي الكلام يقولون ما يتخلى عن الجاهليه وما اعرف شنو يلوموه هذا كلام فارغ. كان من البداية آمن بلاده وهذا حتى إذا كان عمه يعني إذا ما كان متبني تبني عرفانه من زنا ومتبني تبني يعني مين لا مين وصلنا غير المسلمين هالأخبار هاي يعني إن المنتصرين وصلوا لنا إياها يعني الأخبار ما خصوا ابن زنا ولا غير ابن زنا. أنت عمه وتعرف إنه هو مو صادق بالكلام فعلى مود هذا تعرف إنه هو بيمس من الجنون مثل ما حكينا الحلقة البارحة والأغسال إنه عنده مس من الجنون يدري عنده صرع عنده شسمه يعرف إنه هذا مو صادق بك وإلا كان أول واحد آمن به. هالشي ما ينتبهوا للمسلمين إنه إذا أقرب أقرباء ما صدق فيه وحتى قبل ما يموت هم ما صدق فيه لأنه هو يدري هو شنو. ف
فعلى مود هذا. وبعدين ما على هذا يقول على اساس راح يخفف اقل عذاب، يعني يخفف عنا العذاب، راح يتلقى اقل عذاب باعتباره انه كان مربي ومهتم به. هذا اللي مربي ومهتم فيه راح اخف عذابه، ممكن بعد العذاب يعني على قولته انه راح يدخل الجنه، وامه ما قبل انه يدخل الجنه وهي لا شاهد الدين ولا شاهد الاسلام يعني نهائيا على اساس امه ما تدخل الجنه. فهذا الكلام يأيد اللي احنا مفكرين انه حاقد عليها انه ما اهتمت به وتركته، ومن ناحيه اخرى انه هي كانت متعوده دائما مثل ما يقول عادل الامام. متعوده يا اخويا متعوده، مسرحيه عادل الامام مشهوره لما يقول متعوده دائما. المهم نكمل اللي وصلنا له. يقول فصل ذكر رجوعه الى امنه بعد رضاعه حليمه، لما رجع لها مره اخرى بعد ما رضع عند حليمه السعديه. قال ابن اسحاق بعد ذكر رجوعه صلعومه الى امه امنه بعد رضاعه حليمه له، فكان رسول الله صلعومي مع امه امنه بنت وهب وجدي عبد المطلب في كلاءه الله وحفظه، ينبته الله نباتا حسنا لما يريد به من كرامته. فلما بلغ 6 سنين توفيت امه امنه بنت وهب، يعني لما صار هو عمره 6 سنين توفت امه بعد مرض او شيء ما ندري صراحه بعد. قال ابن اسحاق حدثني عبد الله بن ابي بكر محمد بن عمرو بن حزم ان ام رسول الله صلى الله عليه وسلم امنه توفيت وابنه 6 سنين بالابواء بين مكه والمدينه، كانت قد قدمت به على اخواله من بني عدي بن النجار تزيره اياهم، فماتت وهي راجعه به الى مكه، يعني هي راجعه به بالطريق توفت. وذكر الواقدي باسانيده ان النبي صلى الله عليه وسلم خرجت به امه الى المدينه ومعها ام ايمن وله 6 سنين فزارت اخواله. قالت ام ايمن فجاءني ذات يوم رجلان من يهود المدينه فقالا لي اخرجي الينا احمد ننظر اليه، مره احمد مره محمد يعني حيرتونا، ننظر اليه فنظرا اليه وقلباه قلبوه على بطانه، فقال احدهم لصاحبه هذا نبي هذه الامه وهذه دار هجرته وسيكون بها من القتل والسبي، يعني وقلباه قصدهم يجيبون خاتم النبوه على اساس يعني مثل الشام اللي يقولون عنه. فقال احدهم لصاحبه هذا نبي هذه الامه وهذه دار هجرته وسيكون بها من القتل والسبي امر عظيم. يعني من البدايه يذكرون القتل والسبي، يعني من غير نبي، هذا نبي رحمه يظهر يتنبؤون بالقتل والسبي بعد ما جاي يعني للنبوه. فلما سمعت امه خافت وانصرفت به فماتت بالأبواء وهي راجعة. وقال الإمام أحمد حدثنا حسين بن محمد عن ابن بريدة عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بودان قال مكانكم حتى آتيكم، فانطلق ثم جاءنا وهو ثقيل فقال إني أتيت قبر أم محمد فسألت ربي الشفاعة يعني يشفع لها فمنعنيها، وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. يعني شنو معناته إني نهيتكم عن زيارة القبور؟ يعني غير رأيه فزوروها، ما قال مثلا جاني أمر من الله أو شيء، يعني هذا يثبت لنا أنه كان يتصرف على مزاج محمد يعني. فزوروها يعني يقولون لا ينطق عن الهوى، فكل كلامه موحى يعني
يعني حتى لما يخربط الله مو حيله، حتى لما يعفس على البقله لما مثل ما قال عضوه بهني ابيه يعني. فيعني واضح يا واضح انه الهه وذات نفسه هو الشتام اللعان كل شيء. يعني الوضع اللي يعني قال هو انما وحي يوحى، معناته الله قال له وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. بالضبط، يعني عضهن ابوك ولعن الله ما بعرف شو لعن الله، يعني قولت عادل امام حاجه هيصه يابا. حاجه هيصه. يعني هو هنا يبين انه هو يغير رايه خلاص، وبعدين لما تساله يقول لك ما عليك راني والله متفاهمين بعد، خلاص هو قال لي وانا قلت له. المهم يطلع له تفينه دائما هو. نهيتكم عن زيارة القول فزوروها، وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد 3 أيام فكلوا براحتكم، وأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن الأشربة في هذه الأوعية فاشربوا. حتى بهاي الشغلات متدخل، يعني ما أعرف يقصد صحون الأشربة لو بعض أنواع الشراب ما تشربوا. المهم أوعية، طبعا الأوعية مكتوبة هنا، يعني بعض يعني مثل صحون يعني كان مانعهم عنه فقال لهم اشربوا بها. يعني حتى أتفه شيء كان يتدخل، حتى يتدخل بالقراء يعني يعلمهم الا بثلاث حجارات لو 5 لو 7، كان عقده من كان عنده عقده من العدد الزوجي، كان يحب الفردي. فيعني حتى يعني تخيلوا يا مسلمين اذا عقلكم يشتغل شنو يعني انا استنجي بثلاث حجارات لو 5 لو 7 لو 9، يعني تجنب الثمانية، يعني ما لبت الثمانية بالتكلم مثل ما يقول عادل امام دخل البيت قال ادخل برجلك اليمين قال ما له الشمال بالتكلم يعني. فيعني دائما يلقي لنا شغلات ويمشي على الامه كلها انه تستنجي بثلاث حجارات لو 5 لو 7، او لما تدخل بمكان ادخل برجلك اليمين، لما تروح للتواليت تدخل رجلك الشمال وتطلع باليمين، ولما تدخل شو تقول ولما تطلع شو تقول، لما واحد يعطس شو تقول له وشو يجاوبك وشو ترجع تجاوبه. يعني عامل لنا قصص وعامل الحياة معقدة ومجنن الناس وياه. هاي العقلية الدكتاتورية حكمت، يعني انه بده يفرض كل شيء على الناس، يعني حتى عمل روبوت، يعني لازم مثل المكنة الكمبيوتر برمجه برمجه ويمشي عليها. فهذا سواء محمد يعني. وأظن أنا بصراحة يعني أنا ما أعتقد أن محمد لوحده اللي سوى شيء، يعني الله مثلا نحن المشكلة ما أجانا غير عن المسلمين، يعني مثلا الأنبياء أو ما ادعوا النبوة بوقتها مثل العنسي والمسيلمة وغيرهم، هالناس يعني يا هل ترى لو مثلا مسيلمة منتصر بالحرب وجايتنا ديانة مسيلمة اللي كان عنده ملكين بدل جبريل، كان عنده شفيق وشهيق ما بعرف شو كان عنده. فنفس التعاليم يعني نفس التعاليم كمان نفس قطع الايدين وقطع الرقاب ودخول على التواليت بإجرك اليمين وتتمسح يا بثلاث حجرات، إذا ما كان هذا 3 حجرات أو أكيد 5 حجرات. يعني نفس الثقافة هي ذات الثقافة كانت موجودة، هي إجت بالإسلام، إجت بشيء اتغلف اسمه دين صار اسمه دين. يعني أظن يعني هيك لهذا الوضع، يعني مو أنه محمد وحده كان يفكر هيك تفكير أصلا. يعني لا إحنا حكينا المسألة لو طبعا كنت متابع الحلقة البارحة، انه اللي مصاب بمرض صرع الفص الصدري يصير عنده وساوس شغلات، فهو كان هوايه يهتم بالنظافه ويعتقد انه اكو ريحه بي دائما، حتى كانوا زوجاته يستغلون الشيء ضعفه يعرفون كانوا، وهالوسوسه اللي كان بي دائما تشوفه يغسل فاهتم بالوضوء وهالشغلات، لانه كان يعتقد دائما يصير عنده اضطراب بالشم بالاكل بالجسمه، وهالشيء كله كان هالمشاكل اللي هو كان به
كل نزل على المسلمين، والمسلمين متبعين رسول مصروع، والامراض اللي عنده نشر على كل على المليار ونص، وما ما يدروا انه متبعين شخص مريض كان يعني. وكل شيء اللي كان يسويه يعني لازم هم من يسوي بسبب هذا المرض. فهنا يقول نهيتكم عن الأشرب في هذه الأوعية فاشربوا ما بادها لكم، يعني لما يغير رأيه خلص يمشي على المسلمين كله. وقد رواه البويقي بيهقي من طريق سفيان الثوري عن علقمة بن يزيد عن سليمان عن أبي قال انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسم قبر، يعني مو يرسم يعني مكان قبر يعني، فجلس وجلس الناس حوله فجعل يحرك رأسه كالمخاطب ثم بكى، فاستقبله عمر فقال ما يبكيك يا رسول الله؟ قال هذا قبر آمنة بنت وهب، استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنت في الاستغفار لها فأبى علي وأدركتني رقتها فبكيت. يعني هنا محمد يعني يحكي كأنه هو قاعد نفس اللحظة يقول أنا استأذنت ربي وإنه أزوره، قال لي أوكي بس مت يعني ما تستغفر له. ليش ما يستغفر له صراحة ما أدري، يعني هذا لغز كبير إنه الادعاءات مالته إنه هي ماتت على الشرك كلام فارغ أصلاً، هو يعني هي ما عدا أي خبر شنو الدين وشنو الله وشنو شو اسمه، وما حد علمها يعني. طبعاً ماتت وقبل ما مثل ما يقولوا صار نبي يعني. على كل حال قال فما رأيت ساعة أكثر، قال فما رؤيت ساعة أكثر باكية من تلك الساعة تابعه محارب بن دثار عن بريدة عن أبيه، يعني على أساس بكى عليها يعني مثل ما يقول بكى عليها، بس ما غفر اللي عند ربه، بس غفر الورقة بالنوفل للنصراني. ثم روى البهيقي عن الحاكم عن عبد الله بن مسعود قال خرج رسول الله صلى الله ينظر في المقابر وخرجنا معه فأمرنا فجلسنا ثم تخطى القبور حتى انتهى إلى قبر منها فناجاه طويلا ثم ارتفع نحيب رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا فبكينا لبكاء رسول الله. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل علينا فتلقى عمر بالخطاب فقال يا رسول الله ما الذي أبكاك؟ لقد أبكانا وأفزعنا. فجاء فجلس صار يتفلسف إلينا فقال أفزعكم بكائي؟ قلنا نعم. قال إن القبر الذي رأيتموه ناجي قبر آمنة بنت وهب، يعني معقولة ما كان يعرفون أو ما قايل لهم قبل؟ ما أعرف بعد. وإني استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي، واستأذنت ربي في الاستغفار لها فلم يأذن لي فيه ونزل علي. طبعا هو رب العقل الباطن دائما، يعني لاحظ انه يعني هذا يا الهي كان يعني ما اعرف عن الصراحه، يعني ما قال ان جبريل كان موجود ما موجود، ما كان كونتاكت مباشر يعني مثل ما يقول شوف ما عجبه يجيب جبريل شوف ما عجبه ما يجيبه، ما حكى ان جبريل كان موجود عن طريق حكى ويا ربه لو شلون. المهم ونزل علي ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى بعد ما تبين لهم أنهم من أصحاب النار. يا راجل دخل أمك تسويها من أصحاب النار شوية واسطة شيء منها هاي التوبة 113. وروى مسلم عن عبيد عن أبي هريرة قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمي. طبعا هذا أبو هريرة كان أكثر واحد كذاب، كان أي واحد يعني بس يريد شغلته ما تمشي يقول له جبنا حديث عن رسول الله. كان مرة سمعت يقول
واحد البصل ماله منبع قال ابو هريره الجنة فالحديث يعني بصل مالي ما جاي ينبع. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل بصل عكه كانما زار مكه. هذا ابو هريره هذا موزع الحريرات يعني جاب على وزنه من هذاك البصل ماله بخمس دقائق خلص. طبعا عقولهم صغيره فراسه يصدقون كل شيء. المهم قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر امي فبكى وابكى من حوله ثم قال نفس الكلام يعني من عاد هذا. وروى مسلم عن ابي بكر عن عفان عن حماده عن ثابت عن انس ان رجلا قال يا رسول الله اين ابي؟ الكلام اللي حكينا به. قال في النار. فقال فلما قفى دعاه فقال ان ابي واباك في النار. على اساس الروايه تقول انه هذا صار يبكي لما قال له ابوك في النار. قال له يلا ولا يهمك ابي وابوك في النار. يعني دخل ابوه بالنار لان شاف هذا يبكي يعني. وقد روى البيهقي من حديث ابي نعيم الفضل بن دكين عن ابراهيم بن سعد عن الزهري عن عامر عن ابي قال جاء اعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابي كان يصل الرحم وكان فاين هو؟ قال في النار. يا راجل ليش دخل النار؟ خطيه هذا المسكين يقول لك ابوي كان يصل الرحم ودخل النار. قال فكان الاعرابي وجد من ذلك فقال يا رسول الله اين ابوك؟ قال حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. قال سماه كافر يعني ابوك اصلا هو انت عمرك يعني ست اشهر وابوك مات يعني شلون يعني لا كانت حامل امك حامل بيك يعني هو مو ابوك بس احنا نقول يعني على اساس ابوك في بطن امك هو مات على اساس دخل النار يعني ما افهم يعني حتى بعدك ما طالع من النور مالت امنه يعني. يرجح المسلمين انه عندهم تواصل اسري وصله الرحم والحكي الفاضي يعني اليوم عم شفنا انا شفت بعيني شهاده يعني انا شاهد عيان اثنين قتلوا اخوتن بحادثتين منفردتين يعني واحد قتل اخوه كان جارنا واحد قتل اخوه من حارتنا يعني هي بحادثتين منفردتين وهي ايام الطفوله على ذاكره الطفوله يعني ويا ما شايفين الأخوة عنا يعني واحد بيقول إذا مت تخلي أخوي فلان لا يجي على جنازتي يعني هاي سمعانينا مثل شربة المي سمعانينا بمجتمعنا المنحط هذا وبيتبجحوا بعدين بيقول لك الترابط الأسري أي ترابط أسري عم تحكوا الأخ عم بنصب على أخوه الأخ عم بنط على مرت أخوه ما في شيء يعني بزيء الا في هالاسر المفككه هي مرتكبينها ولكن انه على طول مع بعض وعلى طول عم بتقتلوا يعني فالنتيجه لهيك تعاليم نتيجه ل اذا القدوه الحسنه ابوه ما عم يشفع له امه ما عم يشفع له خلى الصحابه واحد يقتل اخوه واحد يقتل ابوه وشايفين شفنا نحن امثله كثير يعني مين قتل اخوه مين قتل امه مين قتل ابوه بواقعنا الحال يعني وعن فيديوهات شفناها. تفضل اخوي حكمة تفضل. اي ولا وزين المحارب منتشر بدولنا الاسلاميه يقول لك بالله شنو ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر وبعد اكو منكر اكثر من هذا يعني لا تقولوا ان الدين هو اللي يمنع الواحد ينط على اخته ولا امه يعني كلام نسمعه دائما يقول لك اذا انت ملحد ما عندك مانع تنام ويا اختك وامك، يعني شنو هالكلام الفارغ؟ يعني انتم ضار عندكم هالامنيه يعني تريدون بس تصيرون ما تصيرون ملحد حتى ما تنامون ام اخواتكم شو اسمه؟ شنو يعني ما اعرف شيخ يخلطون شنو علاقه الالحاد انه واحد ينام ويا اخته وامه؟ يعني شنو الضروره لهذا الشيء يعني؟ اللي عندهم عقد لانه نبي الاسوه الحسنه نام مع مرت ابنه يعني نط على مرت ابنه
فالعقد النفسية اللي كانت عند محمد تورطت لكل المسلمين. طبعا المسلمين أو كل المسلمين يعني بصراحة يعني إلا قلة قليلة جدا جدا تعد يعني على بمئات الآلاف يعني من ضمن المليار ونص، أمة المليار ونص يعني يكونوا شرفاء بكل معنى الكلمة، ولكن الأغلبية أخذوا أمراض محمد كاملة، انفصام بالشخصية، الكذب، نصب والاحتيال، إنه يفكر بأمه ما في عنده مشكلة ينط عليها، لأنه محمد نام مع خالته، نام مع مرت ابنه، يعني ارتكب الفظائع محمد. فهي أمراض الأمة انتقلت من شخص صارت للملايين للأسف الشديد. أي يعني الأمة إذا يعتقدون أنه الدين، أي دين يعني يعتقدون هو اللي يخليك تكون طاهر، يكونون واي غلطانين. يعني مثل ما يقول أنا يعني عايش هنا بأوروبا وأعرف يعني الناس هنا يعني 70-80% منهم شو اسمه يعني علق العلمانيين، يعني مو اذا مو ملحدين، فما يعني تشوفهم نظيفين بالتعامل، يعني لا يكذبون، وعودهم مضبوطه، وماكو عندهم حلف حلفان مثل ما احنا نحلف على اتفه شيء نحلف. وهم لا 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 حاكمهم دين ولا حاكمهم شيء، بس هم ضميرهم اللي حاكمهم. الدين مستحيل يحكمك، مستحيل يسيرك او يمشي لك حياتك اذا انت ضميرك هو ميت. ضمير الانسان هو اللي يمشي، وبالعكس الانسان لما يتحول الى العلمانيه او اللادينيه او الالحاد تشوف طبيعته تتغير. ليش؟ الضغوط النفسيه اللي عليه موجوده تنشال، كلها تنشال، يصير هو بس ماكو شيء يقول له هذا حرام وهذا حلال، ضميره هو اللي يمشي. وبهالحاله تلقيه يتحول الى انسان اخر، كل الملكات تظهر عنده، يعني ملكات الخير تظهر عنده، لانه ماكو شيء يقيده ويقول له هذا حلال وهذا حرام، سوي هذا ولا تسوي هذا. وانا عندي هوايه دلال عن اشخاص اقرب المقربين الي انه لما تركوا الدين صاروا بشر، يعني آخرين، صاروا يفكرون بالجمعيات الخيرية، صاروا يفكرون بمساعدة الآخرين، جمعيات حقوق الإنسان، يعني نفسيتهم كلها تبدلت. ليش؟ لأنه هو أصلاً يعني مثل العقل الباطن ما راضي عن الإسلام وتصرفاته، بس هو خايف من نار شغلات، بس لما يتحرر من هذا الشيء يعني يظهر الإنسان النقي اللي جواه، يظهر على حقيقته ويقدر يتصرف على هذا الأساس. أما التربية، التربية يعني اللي أنا إذا أنا متربي تربية سليمة من 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 أمي وأبويا، مو الدين اللي هو ربنا. أنا أمي وأبويا طول حياتهم ما عندهم التزام، كان يعني هم يسمون نفسهم مسلمين صح، بس ما وجهوا أنا توجيه ديني. يعني أنا قصة التزامي ما له علاقة، عن طريق صديق صرت ملتزم. أتفضل أحد الحلقة، أول حلقة اللي طلعت فيها حكيت فيها الأخ جان قصة حياتي، حكيتها شلون التزمت. فأني أهلي ربوني تربية صحيحة مو تربية إسلامية، فلذلك ما أعتقد أنه في يوم من الأيام أفكر شيء غلط. يعني مو الدين اللي وجهني أنا بداية حياتي، الإنسان لما يتأسس من هو صغير إلى أن يصير يعني مراهق، هو هذا التربية اللي تربى عليها هو اللي يمشي عليها على 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 الأغلب، ولا أكو حالات شاذة، بس على الأغلب هو هذا اللي يمشي في الحياة. بالضبط بالضبط أخوي حكمت. يعني ولاحظ لاحظ يعني المجتمعات البعيدة شوية عن الصحراء المحمدية هي، تلاقي الثقافة يعني الفكر أو الضمير بيختلف. هلا شبه جزيرة حيوانات مثل ما بيسميها نبي جلدة الحنفية، بتلاقيهم تربيتهم إسلامية بحتة، لذلك زنا المحارم مثلا أكبر نسبة موجودة يعني، التحرش أكبر نسبة موجودة يعني. فالتربية الصحراوية هي أو
التعاليم الإسلامية هي مأثرة أكثر. أما مثلا ببلاد العراق، الشام، تركيا، خلينا نقول شمال أفريقيا، صحيح تعاليم إسلامية ما بنقول لا، ولكن الناس ما أخذت كل التعاليم الإسلامية، يعني رفضت كتير أشياء بالتعاليم الإسلامية، رفضت كتير أشياء فيها، ويعني وحاولت تجمل، حاولت ترقع الدين، إنه تقول لا هذا مو الدين، خلينا ناخذ هذا الدين، ما هذا مو الدين. يعني حتى مثلا حطوا أحاديث كلها كذب بكذب، إنه الأمة الجنة تحت أقدام الأمهات، وأطلبوا العلم من المهدي للحد وإلى الصين وما بعرف شو هالحكي الفاضي هذا كله اللي بنسمعه، يعني الهراء هذا بعدين حطوه الشعوب اللي غزوا الصحراويين، حطوا هالأحاديث وكلها كذب بكذب، يعني ما قال محمد هذا، على فرض كان محمد موجود أصلا. يعني تفضل أخي. المهم يعني نكمل ولادة هذا النبي المزعوم. قلت وأخباره صلعومي عن أبويه وجدي عبد المطلب بأنه من أهل النار لا ينافي الحديث الوارد عن طرق متعددة أن أهل الفترة والأطفال والمجانين والصم يمتحنون في العرصات يوم القيامة. ما عرفنا كلمة عرصات، يعني أعتقد مثل يوم العرض او شيء، ما اعرف صراحه. انت تعرف شو العرصات؟ هذول العرصات بالحلبي، يعني هذول القوادين هذول. لا ما يقصد هذا الشيء، لا. المهم كما بسطناه سندا ومتنا في تفسيرنا عند قوله نعالي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الإسراق 15، فيكون منهم من يجيب ومنهم من لا يجيب، فيكون هؤلاء من جملة من لا يجيب، فلا منافات ولله الحمد والمنة. نوصل إلى رضاعة محمد. أقول لك إذا يعني تفتح سكايب أو شيء فأنت كده راح نفتح سكايب. بس شو رأيك تذكرنا حادثة إنه هذا عبد المطلب رضعه لمحمد؟ قال له تعالى يا ابني تعالى. أعتقد هنا مذكور راح نوصل له، بس إذا ما موجود يعني ما جاء أتذكر كل التفاصيل لأن هي قصة طويلة. يعني أحد المرات كان عبد المطلب يعني احتار بي، يعني ماكو ملقى مرضي عائلة، فاحتار بي، فالله سبحانه وتعالى نزل حليب بصدره فمد على صدره ورضعه. يعني ما عرفنا هو كان مسوي عملية تحول، ما أدري بعد، لأنه الحليب ما يصير إلا وإذا واحد سوى عملية. يعني شو فجأة ظهر له حليب؟ لو هو كان أصلا يعني خنثوي مثل ما يقول، يعني إذا كان خنثوي حتى إذا مساي عملية تحول، الحليب ما يأتي إلا إذا كانت المرأة وولدان حديثا، يعني المرأة إذا حتى المرأة العادية ما على طول عندها حليب، يعني بقرة حلوب يعني على طول، مع اعتذاري للألفاظ هي يعني، ولكن عند المرأة تولد بقى. فهذا الزلمة يعني صح 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 صح، يعني حتى لو صار عنده ثدي امرأة ما يقدر يرضعها، لأنه إلا يصير عنده يعني حامل أو والدة جديد، يعني وحدة يلا تقدر ترضع، ومو كل مرة تقدر ترضع أصلا، ممكن تكون والدة وما عندها حليب، يعني يكون خلل معين بجسم، فكيف برجل يصير عنده حليب؟ أصلا هذا إهانة لعبد المطلب إنه يصير عنده حليب، يعني يتحول إلى مرأة. يعني هذا طبعا من الخرافات يعني المتداولة، واحد يقدر يقولها كنكتة يعني. المهم رضاعة علي جلدة الحنفية من حليمة، نحكي رجع مرة لخ الحليمة، رجع بنت حليمة بن ذويب السعدية وما ظهر عليها من بركة وآيات النبوة. طبعا احنا نعرف انه
التاريخ يكتبه المنتصر، وهنا يسوي لك اياه يعني كل الاعجازات تظهر، لانه محمد ولد بهاي الدنيا. فيجيبوا لك مثل ما قلنا شفنا بالبدايه شلون وزعت الكرب في كل مكان امنه. يعني قال محمد بن اسحاق فاسترضع له من حليمه، يعني محمد من حليمه بنت ابو دؤيب، قال واسم ابي رسول الله صلعومي الذي ارضعه، يعني زوج حليمه الحارث بن عبد البكر بن هوازن، واخوته يعني اخوته بالرضاعه عبد الله بن حارث وانيسه بنت الحارث وحذافه بنت الحارث، وهي الشيماء. هاي الشيماء نعرفها فيلم الشيماء مالت اسمها سميرة أحمد. وذكروا أنها كانت تحضن رسول الله صلى عمي مع أمي إذ كان عندهم. هسه راح نشوف الشغلات اللي مر بي هو محمد من طفولته. يعني هو ما مرتب، يعني لو بالحلقة اللي حكيناها بارحة يعني مرتبطة بمرضه، لأنه يتخيل أشياء من طفولته. يعني قال ابن إسحاق حدثني جهم بن أبي جهم مولى لامرأة من بني تميم بن جعفر بن أبي طالب، قال حدثت عن حليمة بنت حارث أنها قالت قدمت مكة في نسوة، وذكر واقي بإسناد إنهن كن 10 نسوة من بني سعد بن بكر يلتمسن بها الرضاع، رضعاء من بني سعد نلتمس بها الرضعاء في سنة شهباء، فقدمت على أتان لي قمراء كانت أذمت بالركب معي صبي لنا وشارف لنا والله ما تقبض بقطرة. يعني هنا يريدون يذكرون أنه النسوان ما صار عندهم الحليب إلا لما إجا محمد ونشوفه. وما ننام ليلتنا ذلك أجمع مع صبينا ذلك، ما نجد في ثديه ما يغنيه ولا في شارفنا ما يغذيه، ولكن كنا نرجو الغيث والفرج. فخرجت على أتاني تلك فلقد أذمت بالركب حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا، فقدمنا مكة فوالله ما علمت منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأبها ما أعرف أقرأها منها، طبعا عربية فصحى، إذ قيل إنه يتيم تركناه، قلنا ماذا عسى أن نصنع إلينا أمه، إنما نرجو المعروف من أبي الولد، فأما أمه فماذا عسى أن تصنع إلينا، فوالله ما بقي من صواحبي إمرأة إلا أخذت رضيعا غيري، فلما لم نجد غيره وأجمعنا الانطلاق قلت لزوجي الحارث بن عبد العزة والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ليس معي رضيع لأنطلقن إلى ذلك اليتيم فلأخذنه. يقصدون بمحمد. فقال لا عليك أن تفعلي، فعسى أن يجعل الله لنا فيه بركة. فذهبت فأخذته، فوالله ما أخذته إلا أني لم أجد غيره، فما هو إلا أن أخذته، فجئت به رحلي فأقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن. يعني أول ما استلمت محمد مغناطيس قوة محمد سحب الحليب كله، صار بي انتلى صدري بالحليب. يعني فشرب حتى روية، وشرب أخوه حتى روية، وقام صاحب إلى شاربنا تلك. نعم، هي عندي اتصال من الأخت كاميليا على الفيسبوك. أوكي. كاميليا تسمعيني؟ هلو كاميليا تسمعيني؟ أخت كاميليا تسمعيني؟ طيب يظهر كاميليا ما عم تسمعني. أنا بتمنى منها أنه تحاول تتصل فينا. طيب على كل أخي حكمة تفضل أكمل. أوكي.
اعتقد انت ما تقدر ترجع تتصل بها لما اتصلت فيها. انا اتصلت ولكن الصوت ما عم يسمع على كل اصدقائي. انا فتحت سكايب كمان. انا بتمنى منكم المشاركات وبتمنى منكم تعليقات اسئله. يعني شفنا امبارح للاسف الشديد طيب اوكي شفنا من امبارح بوقت المناظره شباب عم بيشتموا وشتائم يعني ما بعرف. يا ريت اتمنى نبتعد عن الشتائم اصدقائي ان كانوا كنتم مسلمين او كنتم ملحدين. خلينا نبتعد عن الشتائم. ف يعني طيب اظن الاخت عائشه. طيب صار عندي اتصال هون وهون بس الاخ جانو دقيقه واحده بس نشوف الاخت عائشه. تفضلي نسمعك عائشه. الو انا ما اسمعك. عم تسمعيني؟ انا لا اسمعك نهائيا. الو تسمعيني اختي؟ الاخت عائشه لا تسمعنا. اظن ما في اي صوت. يا ريت. طيب على كل اسف كثير عائشه. انا اعرف انك عم تسمعيني ولكن انا ما عم بسمعك نهائيا والصوت ما عم بيجينا نهائيا. على كل انا شوف الاتصال من الاخ جانو. اظن حبيبنا جانو. اسف كثير جانو. نتصل في جانو. اتمنى ترفع السماعه جانو باسرع وقت. طيب انا رجعت الاخت عائشه اتصلت. اتمنى اختي عائشه تكون عم تسمعيني. غضب محمد اجى علينا. غضب محمد. عائشه عم تسمعيني؟ اكيد. ما بعرف انا ما عم بسمع شيء من عندك. اسف كثير عائشه. طب انا بتمنى من جانو هو يتصل فينا. على كل انا راح اكتب السكايب لاخت عائشه. ما بعرف اذا عندها سكايب. هي طلبت الفيسبوك ولكن رجع اتصلت لاشوف اذا ممكن. عائشة تسمعين؟ عائشة جانو خليك معي دقيقة واحدة جانو أشوف الأخت عائشة إذا عم تسمعنا. الأخت عائشة ما عم تسمعنا. طيب يلا أنا راح أطفي الفيسبوك لأنه بصراحة ما عم نقدر نركز. تفضل أخي جانو تفضل. تحياتي حبيبي جان. أهلا وسهلا حبيبنا. أهلا وسهلا. طبعا أكثرية المسلمين مصدقين الأشياء أو الأحاديث عن 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 يعني عن 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 هذا ما بيدل على صحة الحكي أو صحة المقولة أو العمل. إذا شخص بيقول شيء غير منطقي هذا مش معناته أنه لازم أصدقه. فهذا عن ما بيدل أنه هذا الكلام صحيح. يعني لازم يعرفوا هالشيء. الشيء المنطقي انه تستعمل عقلك وتستعمل ادوات الموجوده والادله قدام ايدك مشان تقدر تميز الخطا من الصواب. فهذا الشيء كثير انا بضحك عليه لما بيقول عن 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 شو يعني اذا كان عن عن هو جانب يعني على وجود الله مثلا، على وجود محمد، على وجود الاشياء اللي صارت في احداث تاريخيه. انت لازم تجيب اشياء تدور عن علم الاركولوجي او في الاثار مشان تأيد هذا الشيء اللي انت جالس تقوله. يعني مثلا في حادثه الفيل عام الفيل يعني
بالضبط يعني بالضبط بالضبط يعني جانا حبيبي دائما تسمعني جانو كل شيء على المنطق اذا ما عندك منطق ما بتصير علم اصلا بتصير خرافه خيال هذا هو مداخلتي وتحياتي لكم وشكرا كثير حبيبنا جانو اكيد اكيد جانو انا بصراحه جانو يعني صاير فينا تعرف شلون يعني هلا مثلا صارت مشاجره بحارتنا او بحاره اللي جنبنا ففلان بحكي لفلان فلان بحكي لفلان فنحن اخذين نفس الطريقه هي فلان عن فلان عن فلان عن فلان والله حكى هيك فلان لما كان هذا النظر بين دكتور جورج وهذا دكتور طه ما بدي حتى اذكر اسمه لا لا معلش يعني هو رجل يعني اي شخص اي شخص بيؤمن بالعنف انا ما بعتبره لا اخويا ولا اي شخص عنده مبدا انه العيش لكل انسان حتى اذا بيكون ما بعرف شو شكله انا بعتبره اخويا بكل تاكيد اي شخص بين قوسين يؤمن بقتل المرتد فهذا حطه في مكان ارهابي مكان. ارهابي بس اللي ضحكني كثير انه قال انه النطفه ما في حدا ذكر قبل محمد حبيبي ما كان حدا قايل انه الايباد والسامسونج راح يجي بس هذه مستلزمات علميه واجا وانت تستعملها تحت ايدك وتلعب فيها هو المشكلة تعرف يا جانو الأخطاها غير قارئ غير متعلم أو غير مثقف هو متعلم دكتور صح ولكنه ليس مثقفا يعني مثل وقت عرض عليه الأخ جورج عرض عليه أحاديث أنا ما سمعانه يا أخي كيف ما أنك سمعان دينك اللي أنت بتعتقد هو اللي بده يخلصك من العذاب الآخرة وبده يعني لا يعرف دينه شخص لا يعرف دينه إنسان غير مثقف صح متعلم ولكن ليس مثقفا يعني هذا هو إشكال حقيقي أخي جان يعني في مجتمعاتنا يذهبون للمدارس فقط مشان يكونوا موظفين مش مشان العلم مشان هيك ما عندنا علماء في الاختصاصات لأنه ما عندنا إبداع ما عندنا صح يتعلم وحفظ اللي في كل الدول الإسلامية مصدر رئيسي للتشريعات هذا هو المانع الرئيسي إنه ما بتقدر تبدأ بكل تأكيد مثلاً نجيب محفوظ مبدع بكل معنى الكلمة في الأدب شو سوى فيه؟ طعنوا بالسكين ليش طعنتوا قال إنه كتب أولاد حارتنا شو موجود ما قريت ليش طعنتوا لأن الشيخ قايل لي يعني شنو انت ما عندك عقل تستعمل ما عندك اذا ليش ما تقرا وهذا الشيء موجود في المجتمع تبعك مش ما نجم محفوظ ما جايبه من كوكب ثاني ابن هذا البيئه بالضبط وهي كمان دكتور طه يعني الرجل انا حكيت معه قلت له طيب انت درست بالمدارس بالجامعه ما درسوك نظريه التطور قال نعم درسونا اياها ولكن الاستاذ المحاضر الاستاذ كلهم بالنهايه يقولون انها غير مثبته علميا نحن عم ندرسك اياها بس هي ما هي مثبته علميا يعني تصور الطالب شوف النظام التعليمي اللي عملنا للاسف الشديد يعني بالجامعه عم بيقولوا لك انه نظريه التطور اللي يعني أبهرت العالم بالحفريات يعني آلاف الحفريات تثبت نظرية التطور ما عدا علم جيناتها يعني هذا علم الجينات اللي ظهر مؤخرا يعني مو بس أثبت أعطاها بالبصم بالعشرة أنه نظرية التطور حقيقة واقعية ولحد الساعة هي بجامعات القاهرة بمدارس القاهرة ومدارس كل الدول الإسلامية يدرسوك أنه هاي النظرية غير مثبتة علميا يعني تصوروا التجهيل والتعتيم لوين وصل يعني عندنا مرحلة الانحطاط العلمي التعليم صار
في 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 المزبله يعني. بالضبط هيك، مع الاسف هذا هو الواقع المرير. واذا بدنا نخلص على هذه الظاهره لازم مثل ما بيقولوا فصل الدين عن الدوله، هذا هو الحل الوحيد، هذا هو الحل الوحيد، ما في اي مجال ثاني غير هذا الشيء. صحيح صحيح. انت هو انا اقول لك شغله انه لازم سحل كل شيوخ العرصات هذول، شيوخ الجوامع، شيوخ الزاويات، شيوخ المنابر، شيوخ الفضائيات، سحلهم بالشوارع وحرق دقونهم وشخ في نص دقونهم واحد واحد. بس اخر شيء بدي اقول، تفضل. بس فكر اذا بدل هذه المساجد كان في مدارس، كيف كان راح تكون مجتمعاتنا؟ وتحياتي لكم. شكرا جانا، شكرا حبيبي، كلك ذوق. وفي عندي أسئلة طبعا مطروحة، إذا في عندك أي تعقيب أخي حكمة تفضل. عندي تعقيبين، واحدة على الكلام الأخ جانو، بحبي طبعا وسباق ودائما للاتصالات، ومن هذا المنبر أدعو أنه يطلع بحلقة وياك أو ويا الأرسال، وقال إذا أنت تطلع وياي راح أطلع، فأنا ما عندي مشكلة يعني أطلع معه يعني تشجيعا، يعني إذا مثل إحنا أمينا بالبداية يعني شوية غريبة كانت علينا، نتمنى الأخ جانو يعني يطلع ويا الأخ جان أو الأخ صادق. جانو أخذ وش يعني، لا طلع خمس حلقة وكان طالع قبلها بحلقة، ف الحلقة الثالثة من تلت لازم يطلع بعد خلص يعني. أكيد مو بس أكيد رح يكون ضيف دائم كمان. إيه أكيد. الصراحة يعني شفت شو اسمه اللي صار، المناظرة اللي صارت، المشكلة تدري وين المشكلة بالدكتور؟ الدكتور يعني محتار بين إيمانه ويعتقد إنه هو يعني إنه كيف إنه كان يصلي على الضلال، فهو مثل ما يقول محتار يعني، بس في لحظة من اللحظات كان مستعد يهين العلم في سبيل إعلاء الجسمة، إعلاء الأحاديث. حتى أنت لما قلت له سألت على البول البعير يعني يحاول كان يتملص من الإجابة، وبالآخر سلم إنه هذا كلام فارغ يعني. يعني شيء وصاخة تطلع من الجسم تكون صالحة للاستعمال، هذا أغرب ما سمعناه صراحة يعني. لو تكون هي اللي تنقذني أنا بالحياة شيء ما أتقرب منه يعني، خصوصاً أنا يعني بقرب من أي شيء يعني. يعني في ريحة الصنة، ريحة الصنة محمد لاحق ريحة الصنة، يعني عايش بصنان. ما بعرف إذا تعرف الصنة شو معناه الصنة. راح نقرأ، راح نوصل لها، موجودة بالآيات الإرهابية، راح نذكرها، إنه شلون كان محمد يدعو أكثر من 20 راوي حديث عن البخاري ومسلم حديث حسنة يتكلم لك عن فائدة شرب بول البعير. راح نقرأ بالآيات الإرهابية، راح نوصل لها، وراح الناس ينذهلون إنه هذا الكلام يقولون مو صحيح. يعني أكثر أنا اختصرته طبعا لأنه مليان 20-25 حديث عن هذا الشيء، إنه هذا حادثة الأشخاص اللي قتلوا ناس وبعدين قطعوا أيديهم ورجلهم يعني، فهذول على أساس شربوا البول البعير وصاروا أصحاء يعني بقدرة جلدة الحنفية مثل ما يقول. نقطة أخرى حبيت أقول الأخ جانو، الكلام اللي قاله عن اللي أقوله عن عن عن، إحنا هدفنا من نقرأ الشيء، إحنا نعرف كل كلام فارغ، بس نريد نقرأ نشوف ما إحنا ما جاي نقرأ عن هباء، جاي نقرأ فعلا من كتب المسلمين، قال فلان عن فلان، وإحنا كلنا مثل ما يقول بورق السيجارة ما أن لهم اعتبار دول الأشخاص، بس إحنا نقرأ من كتب المسلمين
حتى نوضح انه احنا ما نستثق الكلام، نحكي انه نظهر لهم الاحاديث اللي موجوده ونفندها بنفس الوقت. فلازم نقرا الشيء حتى الناس يصدقون، المسلمين يصدقون انه احنا ما نخترق الكلام لاقراء من كتبهم يعني ونحاججهم به يعني. بصراحة في أخ أظن بس دقيقة واحدة، فريمان كينج عم بيقول كيف شوف أساميهم كبشة جحش كلاب. أنا بدي أقول لك يا أخي فريمان كينج، يعني ألم تسمع بحذاء ابن كعب وينده صائحا يا حذاء ابن كعب يا حذاء ابن كعب أين أنت؟ على كل انا في عندي سؤال من الاخت شي. عم بتقول اخت شي انه عم تقول سؤال لك عزيزي جان وضيفك، يعني سؤال لي ولك اخي حكمان، هل يمكن انهاء الكاليت الاسلامي كما تم انهاء الايديولوجيه النازيه بعد الحرب العالميه الثانيه؟ هذا سؤال واحد. عم بتقول القصد انه الاثنين بذات الخطوره في دعوتهما للقتل والإبادة والكراهية، ولو تم إعطاء داعش مجال لاستعمال أسلحة نووية راح يستعملوها بدون شك. أكيد أختي شيء، ويعني أنا معك بهالطرح هذا، إنه داعش إذا استلموا أسلحة كيماوية، أسلحة أي أسلحة تخطر عبالك، حتى قنبلة هيدروجينية ما راح يقصروا يعني. أخي حكمة تفضل جاوب وأنا بعدين راح أجاوب، تفضل. اوكي، نسلم على الاخت شي. نقول لها انه احنا العاد احنا ليش موجودين؟ احنا موجودين حتى نشيل الفكر الاسلامي من جذوره، نشيله من جذوره. احنا هدفنا من البرامج اللي نسوي، برامج مختلفه، المناظرات، التاريخ الاسلامي، نحكي عن الايات الارهابيه الخرافيه، والاخوه يحكون عن العلوم، كل واحد باختصاصه. احنا جاي مطوقين الاسلام من كل الجوانب، ومثل ما يقول نضربه في مقتل، يعني نطلعه مثل ما يقول هلاهيل. احنا هذا واجبنا انه نخلي نوعي الناس انه انتم ماشيين على شيء غلط طول حياتكم، مثل ما احنا كنا ماشيين على طريق غلط. انا في يوم من الايام كان ممكن اكون داعش يعني. فاحنا اكيد راح نقدر انه نهدم هذا الدين، ولكن يحتاج لنا تكاتف من الاخوه. وعندي دعوه لل 90% من الملحدين الصامتين، مثل ما يقول مصري يسموه حزب الكنبه يعني، بس يتفرجوا سلبي يعني. اتمنى ذول السلبيين يحذون حذونا ولا يخافون. اذا احنا صرنا هوايه يعني صرنا كثيرين، ما يقدرون يسيطرون علينا كلنا، ولو حاليا اصلا ما يقدرون يسيطرون علينا لان عددنا صار ضخم جدا يعني. بس احنا نريد نكون الاكثريه، مو يشوفونا كاقليه، احنا الاكثريه ولكن صامتين. يعني ادعو جميع الاخوه انه يتكاتفون ويانا ويعلون صوتهم ولا يخافون. يعني هي شنو يعني؟ ايش راح يصير يعني؟ صراحة أنا ما أخاف، وأدعو الكل طبعا حسب ظروفهم. يعني بالدول الشرقية ممكن يعني أعطيهم العذر، لكن بأوروبا وأمريكا والدول اللي ما عليهم خوف، ليش ثابتين؟ ليش صامتين؟ ليش ما يظهرون؟ يعني لا يقول لي أخويا وأبويا وأمي، أنا يعني تواجهت بالمشاكل بالبداية لما ظهرت، لكنها وقاومتها. يعني مع احترامي لأهلي، أنا عندي فكرة بدي أوصلها، مثل ما هو حريص المسلم يوصل أفكاره، أنا يمين حريص أوصل أفكاري. ليش هو فكرة كلها خرافات ويريد يوصلها؟ ليش أنا ما أوصل العلم، ما أوصل الأشياء اللي أفكر بها عن الدين الإسلامي وكل الأديان؟ نحاول نتكاتف حتى نقضي على الأفكار، خصوصا الإرهاب. احنا هسه جاي نواجه إرهاب قوي بكل مكان، فاحنا لازم من واجبنا انه نوعي الناس
على الأقل يخلصون من الإرهاب. روح يا بصير بوذي، روح صير مسيحي، روح صير هندوسي، بس المهم تبتعد عن الإسلام على الأقل. يعني تشيلك من الإسلام بالبداية كبداية، وشوية شوية أنت تتنور وتتثقف وتشوف حياتك. وأترك لك التعليق. بكل تأكيد أنا أضم صوتي لصوتك أخوي حكمة. في شغلة تانية أختي شي، يعني صح هتلر والفكر الإسلامي، فكر النازي، إن يعني بالنتيجة ينتجون الدمار والقتل وكل العنصرية وكل الأشياء السيئة اللي بنعرفها. الشغلة اللي خلت الإسلام يستمر طول هالعصور هاي هو قوة السيف وعدم وجود التواصل. يعني مثلا من خلينا نقول من 100 سنة، أنا شخص اسمي جان برو، إذا بدي أطلع أقول أفكاري، أو لا خلينا مو من 100 سنة، خلينا من لما كان أنا عمري 20 سنة، يعني لما كنت بسوريا كنت ملحد وكانت نفس الأفكار اللي عندي هلا كانت موجودة. أنا لو بهداك الوقت طالع مثلا بساحة من ساحات حلب وقال لهم يا شباب يا جماعة يا هو يا ناس، محمد واحد كذاب، واحد دجال، واحد عرصة ابن عرصة، فبكل سهولة بكل سهولة طلق الترصاص وما كانت وخلصنا منه. فاللي كانوا يقدروا يحكوا ما يقدروا يحكوا. اليوم أنا قاعد أصدقاء عم بيشاهدونا وبيتابعونا وآلاف الناس عم بتشوف الحلقات بعدين. وصلنا للحلقة 208 وشغالين وبدهم من الله يصلوا، بس يصلوا لشعرة من شعراتي، بس ما بطلع بإيدهم شيء. شو السبب؟ الإنترنت. الإنترنت كفيل بمحي كل الخرافات، كل التخاريف، لأنه صارت كتير سهل والوصول للمعلومة. يعني الانترنت لو كان موجود أيام محمد، محمد ما كان ظهر. طيب خلينا ناخذ اتصال من عمر أظن. يا ريت بس تلغي اليوتيوب. لغيته. أهلا وسهلا، تفضل. سامعني كويس؟ سامعك، تفضل. يا ريت علي صوتك شوي بس كمان. أوكي ممتاز. اسمي عمار، يمكن شفت. اهلا وسهلا عمار، اهلا وسهلا. الحقيقه هو التحيه لك ولضيفك كمان. انا بس بدي اعلق على الكلمه اللي قالتها الاخت شاي بالضبط. تفضل. اللي هي تشبيه او مش تشبيه، اللي هو يعني نقدر نقول تشبيه النازيه للاسلام. المشكله بالاسلام اعمق شوي من النازيه. النازية وهتلر كانت عندهم مشكلة، اللي هو بزيادة وعي الناس اللي هم الألمان، يعني بهالحالة بزيادة وعي الناس راح وانتهى هتلر وراحت معه النازية. بس المشكلة في الإسلام إنه هذه عقيدة متبنيها عدد كبير من الناس بإيديولوجية يعني خاصة هلا بالوقت الحالي ضخمة، ومش معقول انه تقدر تلغيها نبيهم. وانا مش معك بصراحة، انا شفت لك حلقة يمكن من كم من يوم وحكيت انه 10 سنين، ما بعرف مش متأكد، لكن 10 سنين شوي مجازفة. الاسلام بيحتاج ل يعني تقريبا خلينا اقول انه كسر من الخارج، بمعنى انه لازم تكون نظام حكومي دولي خلينا نقول مسؤول عن انه يوقف الاسلام عند حده، لانه الاسلام عباره يعني معليش ما يزعل مني اذا في حدا مسلم، بس انه الاسلام عباره بالنسبه لي فيروس. طالما انت قادر تتحكم بالفيروس هذا، طالما انت بسلام، طالما مش قادر تتحكم بالفيروس هذا، الفيروس هذا راح ينتشر. ما اظن مشكلتنا مشكله 10 سنين او 20 سنه.
وهذا يلي بدي احكي. الفكره الاسلاميه فكره يعني توتاليتيريان اظن بسموها، اللي هو فكر شمولي. اكيد اكيد ايوه، انه الفكره كلها على بعضها لازم المجتمع ياخذها ويتبناها ويشتغل عليها. الفكره تبعت هتلر ما كانت فكره شموليه بشوفها بالشكل اللي الاسلام فيه، لانه فكره هتلر انتهت بنهايه هتلر اولا، وانه لما صار الشعب الالماني عنده وعي اكثر انه هذه الافكار العنصريه ما بتزبط اكثر من هيك. لكن الاسلام فكره يعني خلينا اقول عنها اوتو جنريتد، من حالها بتطور حالها اكثر من مره، لانه كل ما لانه حتى محمد كانت عنده فكره غريبه شوي اللي هو بس مزبوطه، او يعني بيقدر فيها يتحكم في الاسلام حتى بعد مليون سنه، اللي هي الحديث اللي بيقول سيعود الاسلام غريبا. يعني بمعنى انت عارف هاي شو معناها؟ معنيتها انه بالوقت اللي بينهد فيه الاسلام هو الوقت اللي لازم تآمن فيه اكثر، لانه طلعت النبوه مزبوطه. فهمت علي؟ طبعا طبعا، تفضل اكمل. يعني بالنهايه الناس راح يزيد ايمانها، تعطي موجه جديده لنفسها من الايمان لما تشوف انه الاسلام انهدم. يعني مستحيل، انا ما بشوف الاسلام راح ينهدم مره واحده، انا بشوف الحل للاسلام هو انه تقدر توقفه عند حده، تخليه كفيروس خامل، مش اكثر، ولا مهم يكون أسوأ او احسن من هيك. وشكرا لكم، معلش طولت عليكم. لا ولا يهمك ولا يهمك، البرنامج مفتوح لكل الاصدقاء ولك، والوقت مفتوح صديقي. يعني بصراحة أنا طبعا أحترم وجهة نظرك، وكثير ناس بتتخوف من الإسلام، بس صدقني الإنترنت، المشكلة إنه الإسلام هو كما قال القرضاوي، يعني الإسلام باقي ببقاء الجهل أو بقاء حد الردة. خلينا نقول إذا كان في جهل في إسلام، يعني شوف المستنقعات لما تكون، وين في مستنقع، وين في مستنقعات لجراثيم وهالأشياء، الإسلام وين في جهل يكون موجود. الشغلة الكويسة اللي الإسلام أو الإسلام ذات نفسه ما بتوقع أنه تظهر مسألة العولمة. العولمة مو بس ده تقضي على الإسلام، ده تقضي على كل شيء غيبي. يعني إن شئنا أو أبينا نلاحظ، يعني خلينا قبل مثلا 2010 كان موجود اليوتيوب، كان موجود، كان في بس شبكة الملحدين العرب، وكانت طالعة جديد، ما صار لها كم سنة. خلال 5 سنين، يعني أنا بحكم أنه أقدم البرنامج هذا، صدقني تأتيني عشرات الرسائل يوميا، وهذا يقول لي أنا صار لي شهرين صاير ملحد، وهذا يقول لي 4 شهور صاير ملحد، وواحد دخل صديقي أبس، واحد سوري دخل كان بالحلقة معي، قال يعني بحديث واحد صار ملحد. صدقني أنا تكلمت من كم يوم مع أصدقاء من جبهة النصرة ذات نفسهم في الخطوط الأمامية يتكلمون عن الإلحاد، في الخطوط الأمامية، يعني وقت اللي عم بيصير القتال هن عم بيقاتلوا عم بتكلموا عن الإلحاد. من هاي الناحية أخ جان، من هاي الناحية أنا معك 100%. من هاي الناحية إنه في ناس في عدد أكثر بيصير ملحد، أنا نفسي ألحدت يمكن من 8 سنين أو من 10 سنين حتى، بس كان في أول سنتين شكوك إنه يمكن يمكن لا، لكن اطمأنيت بالكفر. يعني إذا بدك من بعد 8 سنين، من بعد بسنتين يعني قبل 8 سنين، وعدد كبير من أصحابي. لكن مع هيك مش طموحي أبدا إنه ينتهي الإسلام. أنا طموحي ينتهي وسوف ينتهي. يعني المشكلة مو فيني وفيك يا أخي. أقول لك شغلة، في كتاب أنا بتمنى الناس كلها تقرأ، هذا اسمه The Death of Distance، موت المسافات.
هذا صادر ب 1995 هيك شيء، مع مو الدامي الكاتبه فيه تشتغل، اظن كانت تشتغل بالبي بي سي او مع، يعني تشرح فيه العولمه شو بدها تعمل، الانترنت شو بده يعمل بالانظمه السياسيه بالانظمه الفكريه الموجوده، حتى تجمع الثقافات، الثقافات راح تنجمع. يعني بمعنى اليوم ماكدونالدز شركه امريكيه بتساوي الهمبرجر اكله امريكيه، هالاكله الامريكيه كل الناس في الكره الارضيه اكلت منها وبتعرفها وصارت جزء من حياتها تقريبا، يعني الاغلبيه، انا ما عم بقول الكل، ولكن الاغلبيه صارت جزء من ثقافتها انه تروح تاكل ماكدونالدز. مثلا خلينا نقول البيتزا، البيتزا اكله ايطاليه، صار ثقافة عند كل المجتمعات تقريبا انه ياكلوا بيتزا مثلا يوم بالاسبوع او يوم بالشهر، وعلى هذا مثل مثلا الكبابة، الكباب نحن نعرفها اكله كرديه موجوده باوروبا موجوده بامريكا، ما بعرف اذا بافريقيا موجوده او لا. السينما خلينا نروح على الفن، الفن مثلا مادونا مغنيه امريكيه، مادونا معروفه بكل الكوكب. مثلا افلام هوليود، السينما امريكيه، يعني هل الدوله هي، ولكن موجوده في كل العالم، كل الناس بتعرف هالثقافه هي. فتطور الثقافه وتجمع الثقافه آتي لا محاله مع العولمه. مساله التفكير الغيبي كمان بده يروح مع العولمه، لانه الناس بلشت تفكر بالمنطق بالعقل. يعني انا وانت والاخ حكمت والأخ حرقان والأخ جورج، كل هالناس هاي ألحدت بسبب الإنترنت. يعني أنا بشيلني على طرف لأنه كنت ملحد منذ ولادتي وما آمنت، ولكن أغلب الناس اللي تلحد هلا ألحدت بسبب سهولة المعلومة. يعني هلا مثلا لما بالقرن 15 و16 لما طلعت الآلة الكاتبة بلشت الناس تعرف تقرأ الكتاب المقدس، بلشوا الفلاسفة يتفلسفوا على الكتاب المقدس، بلشت العالم صارت تقرأ الكتاب المقدس، صار يعيفوه، حصلت الثورات، وحصلت الثورة الفرنسية اللي هي أم الثورات السياسية. خلينا نقول خلال 10 سنين بالثورة الفرنسية صاروا يسحلوا رجال الكنائس بالشوارع، يعني وهداك الوقت لا كان في إنترنت لا كان في تلفزيون غير القراءة، يعني قراءة الكتب والناس تفتحت. فما بالك نحن في عصر الانترنت والواتساب وتويتر وخلينا نروح على 10 سنين تانية شو بده يطلع من التواصل. يعني أنا معك أفضل إنه راح يكون عنا أسف أبعض. كيف؟ أنا معك إنه راح يكون عنا عدد أكبر من الملحدين والناس اللي عندها قبل كل شيء قدرة عقلية لنقد الديانات، لكن المشكلة اللي أنا نفسي ما بتمناها اللي هي انتهاء الدين أو ما يشابه انتهاء الدين، لأنه اليوم اللي بينتهي الدين الإسلامي فيه هو اليوم اللي بيصير أجريسيف أكثر، بيصير عدواني أكثر. ليش؟ لأنه هذه فكرة متأصلة، ما بتقدر تتحكم بحركة التاريخ أخي عمار. المشكلة ما هو بإيدي ولا هو بإيدك، المشكلة يعني لا أنا ولا أنت ولا فلان عالم ولا فلان مفكر ولا فلان، هاي حركة التاريخ، هاي العولمة اللي بدها تجمع الثقافات بهالمئة سنة هاي بالقرن الحالي هذا لابتداء مرحلة جديدة يسموها العلماء المرحلة الأولى من الحضارة. نحن في مرحلة الصفر، نحن بين مرحلة الصفر، بس خليني أكمل فكرتي، نحن بين مرحلة الصفر والمرحلة الأولى من الحضارة. المشكلة إنه الدين بده ينتهي، الفكر الغيبي بده ينتهي، شئنا أبينا. العقول اللي عندي والعند المسلم والعند المسيحي نفس التركيبة، العقل الإنساني في تحول، مثل ما لما صارت الثورة الزراعية صارت في مرحلة معينة كل البشر صاروا يعرفوا الزراعة، كل البشر في كل الأماكن وما متصلين مع بعض وما بيعرفوا بعض، صارت الثورة الزراعية. الآن صارت الثورة المعلوماتية، الثورة المعلوماتية ستقضي على الثورة الزراعية وعلى الثورة الفكرية الغيبية خلينا نسميها، أو على الدين.
يعني انشئنا وابينا، يعني هذا شيء مفروغ منه، ولكن بده هل 100 سنه هي. خليني معلش انا هلا بدي اسالك اذا سمحت. تفضل. انت بتتوقع انه يعني الاسلام ينتهي؟ بتتوقعها هاي؟ يعني انا بتمناها مثلك انه الاسلام ينتهي، لكن تتوقعها بالشكل اللي سينهار كما انهار الاتحاد السوفيتي؟ شو سيكون؟ لانه خليني اعطيك فكره كمان مهمه. قبل تقريبا ساعه كنت بتفرج على حلقات برضو مباشره لسال مع غياث الدين، استاذ غياث الدين قبل ساعه، وكان في سؤال، ساله سال اللي هو مين هي، كان موضوع عن المؤسسه الدينيه واسلمت العالم. فكان بيسال الاخ سال انه مين المؤسسه الدينيه، مين المؤسسه اللي مسؤوله، مش بس بالعراق، كان موضوع يعني شوي بالعراق وعلى اكثر بالعالم كله، انه مين هي المؤسسه اللي اللي اللي, اللي بتدور على اسلمه العالم. وجاوب الاخ غياث الدين جواب معقول كثير، لكن انا بشوف كعمار انه هذه مش مشكله اصل المؤسسه المسؤوله، ما في مؤسسه مسؤوله، المسؤول عن اللي بحب اسلمه العالم كل مسلم. طبعا اكيد صح. الفيروس هذا نايم في كل مسلم، صحيح، ولكن العقل موجود في كل مسلم كمان، وسهوله المعلومه تفتح العقول. ما مساله انه فيروس ولا مسألة الفكر، هالفكر الغيبي موجود في كل هالمسلمين هدول، ولكن العقل موجود في كل المسلمين، وسهولة المعلومة عم تتوفر شيئا فشيئا لكل المسلمين للفقراء. يعني بعد خلينا نقول 20 سنة هالكمبيوتر هذا اللي شايفه هذا رح يكون على مثلا خلينا شقفة مثل هاي، يعني شقد حجم الكمبيوتر هذا، شقد عنده طاقة تحميل من الفيديوهات، من سعة الكمبيوتر، راح يكون متوفر بشكل مثل خلينا نقول تشيب مثل تشيب التليفون، وهذا راح يكون متوفر بأرخص الأسعار. يعني المعلوماتية جاءتية، المعلوماتية راح تقضي على كل شيء، المعلوماتية راح تقضي على شيء اسمه حوادث، المعلوماتية راح تقضي على شيء اسمه لغات، اللغات راح تتجمع. يعني نحن في مرحلة تجمع، في بداية المرحلة هي، في بداية مرحلة العولمة. العولمة تحتاج ثقافة واحدة، الحكومة الكوكبية قادمة إن شئنا وأبينا، وشايفين التجمعات مثل الاتحاد الأوروبي بلشت من القرن الماضي، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الشمال أمريكا، هاي كلها مثلا الأمم المتحدة، هاي رح تجي يعني إن شئنا نأبينا. الدكتاتوريات رح تنتهي إن شئنا نأبينا، كله بسبب العولمة. الإنسان سوف يسود الكوكب، رح يكون له فدرالية كاملة على الكوكب. مسألة الديانات رح تكون من الماضي، ومسألة الإسلام بالذات أنا أتوقع 10 سنين القادمة أو 15 سنة القادمة سوف ينهار بانهيار مفاجئ. خلينا نقول بتمنى. طيب شكرا كثير لك أخوي عمران، وبصراحة طولنا على أخوي حكمت. أظن نحن وصلنا لنهاية الحلقة، سيظهر أنا أخذنا الكلام تعقيبك، وكلمة أخيرة إذا بتحب تقولها حكمة تفضل. أنا أقترح أنه الحلقة، بس ردت أعقب على الأخ عمار ببعض الشغلات. يعني أولا المعلومة أنه عني أنا بس، يعني أنه أنا صالي قبل الإنترنت وقبل كل شيء أنا تارك الإسلام، على الأقل بال86 أنا تارك الإسلام، مو يعني قديم أنا يعني، بس أردت أوضحها. والشغلة الأخرى اللي انت تقوله عن الردة اللي قال عن القرضاوي اللي هو اللي موقف الناس، ممكن هذا الشيء يكون بالدول العربية، ممكن يكون هذا الشيء صحيح، انه يخافون من الواحد اذا يصير
حد الرد عليه ممكن يخاف يجهر. ولكن احنا نشوف حتى الدول الأوروبية وأمريكا يعني المشهورين على الأقل على مضض يقولون إنهم ملحدين يعني. فحاليا هالثورة ثورة الإلحاد صايرة بكل العالم مو بس بالدولنا العربية، لأنه حتى قبل كانوا يعني لا أكو ضغط عليهم ولا خوف ولا أي شيء، كانوا ما يقولون هالشيء الجسمة. فمرة واحدة هالثورة قامت صارت بكل العالم، صاروا يعلنون علانية أنه هم ملحدين أو لا دينيين يعني. وهالشيء مثل ما يقول أنت قلت أنه تصير ثورة من كل المكانات. الأوروبيين ما بشي يمنعهم يقولون أنه إحنا ملحدين، لكنه المجتمع والعادات والتقاليد. على فكرة يعني أخيرا بلندن صار يحطوا على الملحدين، صار يحطوا على الباصات هذول الإعلانات الكبيرة there is no God، يعني خلاص انتهى المشكلة. مو المشكلة أو الشيء اللي عم بيصير، الحقيقة الواقعة أنه ثورة الإلحاد هي بكل العالم. يعني روح عند الهنود عم بيصير نفس المناقشات أنا وأنت عم نتناقشها الله، روح عند الأمريكان نفس البرامج عم تطلع على اليوتيوب، روح عند الأستراليين عند الإنجليز كلهم يعني بمكان واحد. انفجار العلمي خلينا نقول، انفجار يعني تحول تماما مثل ما حصلت الثورة الزراعية. بفجأة الإنسان وصل لمرحلة اكتشف الزراعة بكل مكان، يعني صح تأخرت منطقة عن منطقة هذا لا يعني عادي، ولكن الحقبة الزمنية هي فضل. يعني أقدر أقول ملاحظة أخرى بس إذا إيه أوكي أريد أقول ملاحظة أخرى إنه إحنا نتذكر البوشي اللي كانوا يلبسون للمسلمين قديما، المرأة كانت ما تظهر وجهها، هالشي كان يعني ما كان أحد يتصور في يوم من الأيام أنه المرأة تظهر ساترة يعني. وفجأة صارت، بس صارت الشرارة بدأت بدولة من الدول والبقية كل الدول حذت حذوها، وصار بعدها الميني جيب والميكرو جيب وتشارلس الألبسة تغيرت، الشعر صارت صاروا يطولوا شعرون. يعني ال 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 الحياة والحضارة لازم تفرض نفسها على المجتمعات. وبالنسبة هي أصعب شغلة الدين، يعني أصعب الكلن. فهسا بدت البداية بدت يعني، ولما الشغلة تبدي التيار لما يمشي لقدام ما له وقوف خلاص. بعد احنا انفتح مثل ما يقول انفتح المحبس اللي كان مسدود علينا وما تقدر تسدها بعد خلاص. لما بدت يعني تنتهي، اذا 10 سنين 20 سنه 30 سنه احنا ما ندري صراحه، بس احنا بدينا البدايه صارت وما راح تتوقف نهائيا، راح تصير بكل برايي انا مره واحده كل العالم تتغير. مثل ما حتى الاوروبيين يعني قديما هم كانوا يقدرون يعني كل شيء يسوون براحتهم، هم هنا احتاج لهم وقت الى ان تغيره، واحنا من التغيير بدا وما له اي نهايه يعني خلاص ما حد يقدر يوقف هذا التغيير. وطبعا اشكرك الكلمه الاخيره، اشكرك انه يعني تحت الفرصه ان نعرض الحلقه، وهالشيء الحلو انه تجي اراء وراء مقابله وتصير حوارات اثناء الحلقه والكل يستفاد منها، نقدر احنا عندنا وقت واحنا ورانا ايه مثل ما يقول، احنا ورا الاسلام وين ما يروح. فنقدر نكمل بقية الحلقة في الاسبوع القادم، واشكر جميع المشاهدين واتمنى كان ظلنا خفيف عليهم. شكرا لك اخي حكمت، شكرا لك طبعا اصدقائي. الاخ حكمت راح يكون معنا يوم الخميس في ايات ارهابية كمان وسلسلة ما راح تنتهي. طبعا الساعة 5 بتوقيت لندن راح يكون معنا يوم الخميس الأخ حكمت بآيات إرهابية، وساعة وثلث من هلا بالتمام
راح تكون معنا الأخت سارة من تونس، الأخت الملحدة التونسية سارة، راح تكون معنا في حلقة عن مجاهرتها بالإلحاد. خلوكم معنا وشكرا لمتابعتكم. إلى اللقاء في حلقة قادمة. إلى اللقاء، شكرا. باي باي.